التطعيم العلاجي. يمكن استخدام اللقاحات لعلاج السرطان. نعم، قد يبدو الأمر غريبا لأنه عادة ما يتم استخدام اللقاح من قبل حتى لا نمرض، إنه وقائي. يتوفر هذا النوع من اللقاح لبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسبعة مواضع أخرى، كلها ناجمة عن فيروسات الورم الحليمي البشري، وتضع اختصارا HPV، التي تصيب الخلايا وتسبب السرطان. في العلاج المناعي سوف نستخدم مبدأ التطعيم لعلاج السرطان أثناء مرضنا. نوع علاجي: تأتي الخلايا السرطانية من الخلايا الخاصة بنا، أي من الذات، وهي بالتالي ذات معدلة قريبة جدا من الذات، لذا يتحملها جهاز المناعة ويواجه أحيانا صعوبة في التعرف عليها. علينا أن نجعله يتعرف على الهدف الصحيح ونثقفه. إذن فلنعد إلى المدرسة. يبقى مبدأ التطعيم هو نفسه دائما مهما كان المرض: تثقيف جهاز المناعة لدينا لنعلمه كيفية استهداف الخلايا السرطانية بشكل فعال. أولا، التعرف على الهدف: مستطد الخلية السرطانية. ثم تدريب خلايانا لكي تشمل الجسم المضاد الصحيح، الحربة الكاشفة لاستهداف هذا المستطد. نحن على استعداد. من أجل تثقيف جهاز المناعة لدينا للتعرف على الهدف المراد مهاجمته، توجد استراتيجيات وتقنيات مختلفة للتطعيم، سواء لأنواع السرطان أو الأمراض الأخرى. Thank you.